هل من السنة الدعاء عقب الفريضة أم الاقتصار على الأوراد والأدعية فقط دون الدعاء جزاكم الله خيرا؟ كلاهما مشروع، الدعاء والأوراد، لكن يكون ذلك فرديا، يعني يدعو كل مسلم لنفسه بعد الفريضة منفردا، لا يكون دعاء جماعيا، أو أن يدعو واحد والبقية يؤمنون بعد الفريضة، هذا من البدع. أما أن كل واحد يدعو لنفسه منفردا فهذا طيب ويرجى القبول لهذا الدعاء، لأنه في حالة وفي وقت يرجى فيه القبول وهو أدبار الصلوات، وكذلك الأذكار المشروعة، لكن يبدأ بالأذكار المشروعة من التهليلات والتسبيح 33 والتكبير 33 تحميد 33، يبدأ بالأذكار المشروعة ثم بعد ذلك يدعو بما تيسر له من الدعاء.